مسيرة نادي القوات اللي هي بدأت من خلال المشاركة الدولية في البطولة العسكرية في لبنان اللي هي كانت بال 2010، وبعد العودة من بطولة العالم العسكرية اللي كانت في لبنان تم تشكيل فريق القوات. في أول مشاركة لفريق القوات في البطولات المحلية في الدوري الفلسطيني كانت إن أول مشاركة في بطولة الكأس، وحصلنا على وصيف كأس فلسطين من خلال أول مشاركة إلنا في أول بطولة داخلية في فلسطين. أنا بلشت الرياضة وأنا بالصف الثامن بالمدرسة، جذبنا إلها المدرب القدير أيمن عودة وقام بتدريبنا بالمراحل لحد ما وصلنا التوجيهي، وطلعنا من التوجيهي توجهت لمنتخب فلسطين، ومن منتخب فلسطين انتقلت لفريق القوات. انتقلت لفريق القوات بال 2013 وظليت معهم أتجزأ بالدرجات لحد ما وصلنا الممتازة بال 2016، وهلا احنا مستمرين بال 2020 مع القوات، وان شاء الله انه الموسم هذا بيكون لنا موسم خير علينا، بس للاسف الجائحة اثرت على الرياضة بشكل عام. كرة الطائرة العسكرية تم تشكيلها بال 2010 بمشاركة خارجية في لبنان، وحين عودة الفريق من لبنان تم تشكيلها محلي بال 2011، واخذنا نخوض غمار التجربة وتشكيل الفريق وانتقاء اللاعبين من الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية وتشكيل بطولات محلية بين الأجهزة وانتقاء اللاعبين ضمن خطة وضعها الاتحاد من مدرب المنتخب كان أيامها وكابتن الفريق اللي كان بالوقت الماضي ومدرب الفريق بالوقت الحالي الكابتن خلف يمين. تم تشكيل الفريق واعتماده بال 2011 بشكل رسمي، فتنا غمار المشاركة بدور المناطق وبطولة كأس فلسطين بال 2011، حصلنا بال 2012 قدرنا نوصل بنتيجة في كأس فلسطين إنه نلعب النهائي بأول مشاركة وأول ظهور إلنا محلي. أنا بالنسبة لي كشخص اخترت كرة الطائرة بحكم وجود وجودي أنا بمنطقة عزون أو بمنطقة الشمال، كانت هي اللعبة الدارجة في المنطقة، يعني عزون وجيوس والمناطق المحيطة كانت مشهورة بكرة الطائرة. تمام، هلا أنا توجهت، كنت وأنا صغير أروح على المدرسة، على مدرسة عزون أتفرج على الفريق الأول هو يلعب، كانوا من أبطال فلسطين، فهذا الإشي ولد عندي مثابرة وطموح أني أنا أصير لاعب في الدرجة الممتازة وأصير لاعب منتخب فلسطين وأصير لاعب على مستوى، والحمد لله بالمثابرة والتدريب والشغل المزبوط مع الأندية ومع المدربين الحمد لله وصلت لهذه المرحلة. بلشت تقريبا بسن 12 سنة، بلشت ألعب كرة الطائرة مع نادي سنجل، ولعبت بعدين في فترتها مع جامعة النجاح، وبعدين حبيت نادي القوات من خلال الطاقم اللي فيه، من خلال اللعيبة اللي فيه، من خلال الإدارة اللي له، من خلال الكادر الفني اللي فيه موجود بشكل عام، فحبيت نادي القوات وانضميت إليه. موسم 2018 شاركت مع نادي عزون، قدمت موسم ممتاز على الصعيد الشخصي، وهي السبب اللي خلى نادي القوات إنه يختارني، وأنا بصراحة إنه حبيت الفكرة لأنه نادي بضم مجموعة لاعبين مميزين، وهو طموح لأي لاعب مميز على مستوى الضفة إنه ينضم لهاي الفريق، لأنه فريق له مستقبل، يعني تقريبا جميع البطولات اللي بيشارك فيها بيوصل مرحلة نهائية، هي مرات الظروف بتخذله فقط لا غير، ودائما في تقدم ملحوظ، وإن شاء الله السنوات الجاية هي سنوات حصد بطولات، وإن شاء الله إن الله بوفقنا بهمة المدرب الكابتن خلف يمين، إن شاء الله بهمته بهمة لعيبة موجودة، إن شاء الله إنه بنحقق أول بطولة للقوات وبكون مشارك في هذا الإنجاز. بدأنا بتدريب الفريق أكثر وتعزيز صفوف الفريق أكثر، وبدأنا بدخول الدوري الفلسطيني، بدأنا بالتدرج بالدرجات من المناطق لغاية ما وصلنا الدرجة الممتازة، استطعنا يعني الثبات بالدرجة الممتازة والمنافسة بقوة، استطعنا الفوز والتغلب على أكثر الفرق اللي منافسة لنا، لكن ما حالفنا الحظ إن نأخذ ولا أي بطولة من هذه البطولات. أخذنا وصيف 4 مرات، وصيف كأس، وصيف دوري، وصيف درع، لكن ما حلفنا الحظ إن نفوز في بطولة. إن نتأمل إنه بالأيام القادمة
بعد العودة على التدريب إن شاء الله وفي الموسم القادم اللي علينا إنه نقدر نحقق بطولات جديدة إن شاء الله، الدوري أو الكاس أو الدرع إن شاء الله رب العالمين. بتم اختيار اللاعبين ضمن معايير خاصة في لعب كرة الطائرة، وهي أهم إشي بيكون فيها نسبة الطول عند اللاعب. إذا ما توفرت نسبة الطول، لأنه أغلب فيه لاعبين كثير إنه يكون طولهم مش مناسب إنه تعتمد عليه، بيكون عنده الارتقاء عالي، فبتعتمد عليه في هذه النقطة إنه تختاره إنه يكون لاعب ضمن صفوف الفريق معين أنت بتختاره. فهاي المعايير أهم معايير إنه اللاعب يتم انتقائه فيها. وفي أشياء كثير، مثلاً في لاعب بتميز بالإرسال، لاعب بتميز بالهجوم، لاعب بالإرسال بتميز بالدفاع، فبتم الاختيار حسب شو المدرب بيختار الخطة اللي يبني عليها الفريق اللي إله، فبتم اختيار اللاعبين عن هاي الطريقة. أنا كان عندي حب لفريق القوات بحكم إنه كان في لاعبين قدامى من عزون، وخصوصاً مدربنا القدير خلف يمين، هو كان من الأشخاص المميزين في نادي عزون، أنا لعبت معه في نادي عزون، هو انتقل للقوات وأنا كنت حاب إني أكمل المشوار معه. تمام، وكان في نخبة من اللاعبين، يعني فريق القوات، ممكن تحكي فريق القوات يعني أنت بتحكي عن فريق نخبة، فريق من المميزين، فريق محترمين من كل النواحي. فريق القوات من 2011 بشارك محلي، شاركنا بالكأس فلسطين 2012 وحصلنا على الوصافة بأول ظهور إلنا محلي، وشاركنا ببطولة المناطق وقدرنا نحصل على البطل والتأهل للدرجة الأولى. 2013 توقفت الرياضة كرة الطائرة في فلسطين، لل 2014 موسم كامل رجعنا نعيد إحنا الدرجة اللي تأهلنا منها المناطق، وردنا صعدنا كمان مرة. 2015 أخذنا بطولة الدرجة الأولى، وال2015 أخذنا بطولة الدرجة الأولى، تأهلنا على الدرجة الممتازة. قدرنا بال2016 إنه إحنا ننافس أندية الممتازة، أندية عريقة، بأول ظهور إلنا، وبنفس الموسم قدرنا إنه إحنا نوصل نهائي كأس فلسطين. توجهنا بال2016 لإيران، لعبنا البطولة العسكرية الدولية سيزم، حصلنا على المركز السابع من 15 فريق على مستوى العالم دوليا وليس محليا. في 2016 كمان احنا طلعنا على الدرجة الممتازة. بال 2017 حصلنا على وصيف كأس مع فريق القوات وترتيب ثاني على الدوري. في 2018 احنا جبنا مركز ثالث للدوري وللأسف طلعنا من بطولة الكأس. 2019 جبنا وصيف الكأس وصيف الدوري، و 2020 موسم متوقف لحد الآن. رح يكون في تدريبات مكثفة، رح يكون في معسكرات، رح يكون في مباريات ودية تنافسية من أجل التحضير بعد الانقطاع الطويل بسبب جائحة كورونا. إن شاء الله رب العالمين إنه بتنتهي الجائحة وربنا بيحمي الشعب الفلسطيني، رياضيين ولاعبين، ونرجع نستأنف تدريباتنا ونكمل إن شاء الله، ونستطيع إن نحسم إحدى البطولات القادمة أو أكثر من بطولة إن شاء الله رب العالمين. رح نسعى على هذا الموضوع، رح نشتغل عليه، رح نكثف تدريباتنا، ونتأمل إن شاء الله إنه ربنا يكرمنا في هاي البطولات القادمة إن شاء الله. فترة كورونا لنادي القوات، يعني إحنا كان في عنا برنامج إنه إحنا نمشي عليه بعد ما انتهى 2019، للأسف دخول فترة كورونا وإحنا دخلنا تحت نظام الطوارئ، فإحنا حالنا مثل حال العساكر الفلسطينيين تحت الأمر العسكري، نزلنا نخدم كل واحد منا في منطقته ونساند الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية في مواجهة هاي الجائحة. والحمد لله قدرنا إنه إحنا يعني نقدم شو بنقدر وشو بنقدر نساعد العساكر وشو بنقدر نساعد الأجهزة في هذه الفترة. خلال فترة كورونا طبعاً بلش الجائحة تقريباً أظن بشهر 3، إحنا وقفنا بشهر 1 كان عندنا نهائي الكاس وتحصلنا على وصيف الكاس، تمام، وصيف الدوري كان نهائي الدوري وتحصلنا على وصيف الدوري. بعد هاي الفترة كنا إحنا نشتغل بالنوادي الحديد الجيم،
نكمل لعب، لأنه أصلاً ما في صلاة، ما في إشي فاتح. في منتصف شهر 4 تم استدعائنا للخدمة بالجيش. إحنا خدمنا وساعدنا زملائنا بالعساكر، بما أن إحنا فريق القوات وفريق الاتحاد العسكري، فإحنا عساكر حتى لو منقدم رياضة. تم استدعائنا، دومنا فترة 2.5 لـ3 شهور، ساعدنا العساكر في مواجهة الجائحة، وكنا نحاول أن نتدرب في هذا الوقت، بس كان كثير الوقت مزنوق، يعني صعب أنك كمان تلعب رياضة. وبعديها إحنا كملنا بعد شهر أظن 6 إحنا رجعنا على الرياضة العسكرية، وكملنا رجعنا للتدريب واللعب. قبل فترة الكورونا وفي الموسم اللي فات كنا نعمل معسكرات صغيرة، نتجمع 3 أيام في الأسبوع حسب فترة الإعداد، قبل المباراة وفي فترة الإعداد اللي هي الطويلة تبعت الموسم. فكنا نعمل معسكرات صغيرة و3 أيام في الأسبوع. سيادة العقيد أمل خليفي كانت هي أصلاً سابقاً لاعبة كرة الطائرة من أيام ما كانت هي موجودة بالعراق. نعم، هي كمدير للرياضة العسكرية تتعامل بعدل وبمساواة في جميع الألعاب، ولكن هي بتحب هذه اللعبة لأنها كانت في يوم من الأيام هي أحد اللاعبين في الجامعات العراقية. كان لهم الدور الأكبر في دعم فريق القوات من ناحية تفريغات اللاعبين، من ناحية نقل اللاعبين من أماكنهم لمبارياتهم، لمواقع المباريات، من ناحية تحضيراتهم العسكرية وأعطاهم الدورات وإلى آخره. يعني المؤسسة العسكرية لها دور كبير في إنجاح فريق كرة الطائرة الموجود في نادي القوات. طموحي مع فريق القوات التحصل على كافة البطولات المحلية إن شاء الله، وبعض البطولات وإن كان كلها الدولية إذا بالإمكان، لكن الإمكانيات المتواجدة عندنا هي قليلاً أدنى من المستويات الدولية. نتمنى أن نوصل للمستويات الدولية ونتحصل على البطولات الدولية أيضاً. في عنا طموح إنه إحنا نبدأ إنه بتشكيل أكاديميات بمناطق معينة، إنه إحنا نصير نعتمد على الأشبال والناشئين من نادي القوات، إنه نعزز فيها صفوف الفريق الأول. بالنسبة للموسم القادم إن شاء الله راح نحقق جميع البطولات الممكنة، لأنه هسا عنا تشكيلة تقريباً أفضل تشكيلة موجودة على مستوى الوطن. وإحنا أصلاً في السنوات السابقة جميع الفرق المميزة في الضفة كنا قادرين نهزمها، جميع الفرق النخبة كنا قادرين نهزمها، هي بس مجرد ظروف كانت يعني ما تكونش في صالحنا في المباراة النهائية. طبعاً بشهادة جميع جماهير اللعبة إنه إحنا تقريباً حالياً أحسن فريق موجود في الضفة من ناحية عناصر ومن ناحية أداء، هي فقط مجرد ظروف. وإن شاء الله نتحسننا، وهسه في تعزيزات الموسم هاي، وإن شاء الله إنه البطولات الموسم الجاي جميعها من نصيب نادي القوات. بالنسبة للبطولات القادمة قريبا، يعني هذا الشيء لحالة لحظة ما في وضوح بسبب الظروف الراهنة اللي احنا بنمر فيها في البلد. طبعا هي على مستوى العالم، ولكن احنا لا في بطولات خارجية ولا داخلية بسبب الظروف الموجودة. نتأمل انه هاي الظروف تنتهي وترجع الحياة لطبيعتها.